السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. حلقة جديدة في أسبوع جديد، ربنا يجعل أيامكم كلها سعادة وراحة وهنا وراحة بال. النهاردة إن شاء الله جايبة لكم أكلة حلوة قوي. أنا عايزة أقول لكم إن أنا النهاردة جايبة لكم طبق من أفضل 5 أطباق كحلة واحدة، ككلهم في حلة واحدة. يعني مثلا طبق النهاردة اسمه إيه؟ طبق النهاردة هجيبهولك إنك على طول تقدميه، وإنك ممكن في الفرن تدخلي. جايبة لك النهاردة المكرونة بالسجق، تقدري تستخدميها كطاجن وتقدري تعمليها كطبق كده. عايزه اقول لك انها سهله وسريعه جدا ومفيده، وكمان لما تدخليها بقى طاجن بتديها كده ايه فخامه. الاكله دي حلوه قوي قوي كونها اكله شتويه، بصراحه انا بحبها برضو في الصيف. في الصيف اكله حله واحده وخفيفه، لكن في الشتاء بحسها انها بتدفي وبنروق عليها كده، ان انت بقى تدخليها الفرن وتطلع منك اكتر من هايله. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض طاجن المكرونه بالسجق، هنعمله بطريقه سهله وسريعه والطعم حكايه. النهارده بقى هنعمل ايه؟ عشان نعمل المكرونه بالسجق هنحتاج لشويه مقادير. ايه رايكم نقول المقادير وبعدين على طول ندخل على طريقه التحضير؟ هنحتاج لزيت 1/2 كيلو من السجق الشرقي، بصله مكعبات صغيره جدا، 1/2 معلقه صغيره من الثوم المفروم، وقرن فلفل حامي مقطع يعني المكعبات صغيره، فلفل الوان مقطع لمكعبات صغيره، معلقه كبيره ملح، و1/2 معلقه صغيره من الفلفل الاسمر والبابريكا و7 بهارات والكمون والكزبره، ويا سلام بقى لو مكعب مرق. كمان هنحتاج لمعلقتين كبار من الصلصه، ميه مغليه، وكيس مكرونه. عشان الكريمه بصي بقى، انت المقادير دي بالطريقه دي كده انت عملتي المكرونه بالسجق وتقدميها. لو بقى ايه، هنعملها شويه حبشتكنات كده وهتطلع بطريقه هتبقى عامله قلق، هتبقى تحفه. هنحتاج لكوبايتين لبن كامل الدسم، ومعلقتين كبار دقيق، ملح، فلفل اسمر، مكعب مرق، رشه جوز الطيب. كمان هنحتاج لمعلقتين كبار من القشطه او 1/2 كوب من الكريمه، وكوب جبنه موزاريلا، وبقدونس للتزيين. بس كده، هي دي مقاديرنا البسيطه جدا. يلا بينا كلنا ايه، نلبس الجلافز النهارده ونسمي بالله علشان نعمل مع بعض احلى شغل. بصي بقى انت دلوقتي بقى ايه، الولاد النهارده اجازه، النهارده السبت. بصي بقى محتاره هعمل اكل ايه النهارده. بصي لو ربع كيلو كده من السجق ولا 1/2 كيلو، هتقومي هتعملي بيه حله عظمه هتكفي عدد افراد الاسره كلها. يعني مش لازم 1/2 كيلو على فكره، ممكن 1/4 كيلو. احنا اخر الشهر لو عندك في التلاجة شويه لحمه مفرومه ولا شويه 1/4 كيلو سجق هتبقى زي الفل. يلا بينا على طول على المكرونه. بصي بقى هنعمل ايه، ادي معايا الحله اهو. اول حاجه هنضيفها ايه، شويه زيت. سمي بالله كده شويه زيت كده ايه، حلوين صغيرين مش شويه كتير. انا عندي قبل ما نبدا سخنت الحله قوي علشان اشتغل ما نضيعش وقت. بصي بقى الصوت ده، طبعا زي ما انت شايفه انا استخدمت السجق على بعضه، يعني ايه ما قطعتوش. مش صح ابدا ان السجق معاكي تقطعيه بالسكينه او بالمقص، مش الطف حاجه. ليه بقى مش الطف حاجه؟ لانك لما بتقطعيه بيفرفط معاكي ويسيح كده دايما. ليه؟ هو السجق عباره عن ايه؟ السجق ده فرمه يا جماعه، فرمه من اللحمه المفرومه على البوش، على فلفل احمر، على كاتشب، دي تتبيله السجق. وعلى فكره احتمال ان شاء الله يعني اجيب لكم هنا السجق بالمكنه بتاعته واوريكم ازاي بنعمله وبنكبسه عشان يطلع معاكي يجنن كده. بصوا هو السجق ناس تقول لك ان هو مش صحي لانه هو مليان دهون. عايزه اقول لك انك لا، ده الكلام ده السجق المجمد او النقائق او الهوت دوج، لكن السجق الشرقي ده عايزه اقول لك انه صحي جدا. هو عباره عن ايه؟ لحمه مفرومه وبوش. فانت بتعملي ايه؟ يعني انت دلوقتي هتشتري من عند الجزار، انت الجزار بتاعك ده ثقه، هتجيبي السجق من عنده هيبقى زي الفل. هو السجق عباره عن ايه؟ هانك، الهانك ده اللي هو الممبار الضاني، مغسول ومتنظف كويس جدا. بعدين بنفرم اللحمه، اللحمه العاديه بقى اللي انت يعني حسب الجزار عندك، لحمه كندوز بقري، لحمه عجالي، اللحمه الموجوده. بنضيف عليها البوش، وبعدين بنحط عليها التوابل، توابل السجق الشرقي، توابل الفلفل الاحمر، توابل البصل، التوابل بتاعته، ويا سلام بقى على شويه كاتشب بيخلوا السجق يجنن. فالسجق لحمه مفرومه يا جماعه، بس بتتبيله معينه بتديله طعم السجق، مش اللي هو يتعبك او يخوفك، لا خالص. تمام؟ انا ما بقليش السجق تماما لحد من تحت كده ياخد لون. طيب احنا سمعنا ان في ناس كتيره جدا عشان تستخدم السجق جيب حله ميه مغليه وتنزل بالسجق. حضرتك السجق ما بيسرقش يا فندم، والله اسمع من انا اضرب في الموضوع ده، السجق ما بيسرقش. السجق كل البكتيريا الضاره اللي فيه لما بتدخليه الفريزر بتتجمد معاكي وبتموت. فالسجق يا تستخدميه على نار عاليه برضو هتموت. طب البكتيريا دي بتيجي منين؟ البكتيريا دي بتيجي من ايه؟ من الهانك، المكنه بتاعت
كبس السجق من ايدين الجزارين، الحاجات الطبيعيه دي ليه موجوده في كل لحمه، فاستخدمي السجق ما تقلقيش منه. عايزه اقول لك حلو جدا، بس اهم حاجه ان الجزار يكون ثقه عشان يطلعه لك حلو كده. تمام، احنا دلوقتي خلاص السجق اخد معانا لون، هندي بقى تقليبه وتشمي الريحه الجميله بقى. بصي بقى، هتدخلي السجق في اي وصفه معاكي تديش بهارات كتير، لان هو اوريدي محشي بهارات. والسجق عباره عن ايه؟ لحمه، بوش، بهارات، بصل، فلفل احمر وكاتشب، هو اصلا مليان بهاراته. فلو انت الوصفه دي مثلا محتاجه معلقتين ملح هنستخدم معلقه واحده، هو اوريدي متبل. بصي بقى دلوقتي بدانا بقى ايه، نشم ريحته، نوسع في النص كده وننزل ببصله كبيره. انت يا ساره دلوقتي بتقولي نص كيلو وشايفين سجق كتير تقريبا كيلو، بتقولي بصله ومستخدمه بصل كتير، عشان انا دلوقتي بعمل اكل بكميه. معظم البرامج او معظم الحاجات بنعمل حاجات صغيره كده، احنا هنا بنحب نعمل حاجات كتير، احنا في مطبخ البلد بنحب ايه يبقى عندنا الخير كتير كده. بصي هنوسع في النص كده وهننزل بايه، بالبصل. بصي بقى يا ست الكل، انت دلوقتي نص كيلو السجق هياخد معاكي زي ما قلت لك بصلايه صغيره متقطعه المكعبات صغيره، ما تخافيش مش هتبان، بتدي نكهه وطعم وجمال. يعني دلوقتي يا ساره ده مكرونه بالسجق، فلفل وفلفل الوان وبصل وثوم وطماطم، ليه كل ده يا ساره؟ عشان تعززي الوجبه، ما يبقاش مجرد شويه مكرونه وشويه سجق وخلاص، لا، قللي الزيوت، كده كده السجق فيه زيوته، وكتري بقى من خضارك عشان تبقى الوجبه حلوه وجميله. وكل ما تكتري الالوان كل ما عجبت عيونك وعيون جوزك، اولادك، باباكي ومامتك، حسب اللي بياكل من ايدك، فهتبقى معاكي هايله. كمان عايزه اقول لكم ان انا اول ما عملت الوصفه دي كنت بره مصر وعملتها، عايزه اقول لكم ان هي جننت المغتربين. ليه بقى؟ اكله سريعه وسهله، يعني انا مثلا ولاد خالتي كلهم بره، فراجعين من الشغل تعبانين من الاكل الجاهز، هو جاب سجق وهو جاي من الشغل، وقف غسل ايده طبعا، عمل الوصفه، دخل يلبس، خرج لقاها جاهزه. الاكله بجد سهله وسريعه وجميله. بصي بقى انا وانا بتكلم معاكم خلاص البصل بدا يدبل معايا، اوسع في النص تاني كده وهنزل بالثوم، نص معلقه صغيره من الثوم المهروس. واحنا بقى بنشم ريحه الثوم الجميله دي هنعمل ايه؟ هناخد تليفون. الو الو، ايش يا ساره؟ ازيك؟ ازيك يا ساره؟ عاملة ايه؟ الحمد لله. سارة بتكلم سارة. أنا بحبك جدا والله يا شيخ سارة، وبحب أتفرج على أكلاتك. يا روحي ربنا يخليكي، بس زعلانة ليه كده؟ زعلانة؟ زعلانة ولا إيه؟ مالك زعلانة ولا إيه؟ لا عندي برد شوية. صحية من النوم ولا إيه يا سارة؟ لا عندي برد والله شوية. عندك برد؟ خلاص إحنا نعمل بقى إيه اليومين اللي جايين؟ نعمل شوية مشروبات حلوة كده علشان إيه؟ الشتاء. عاوزاكي تعملي لي المسقعة باللحمة المفرومة. المسقعه باللحمه المفرومه عينيا، احنا بكره نعمل مسقعه باللحمه المفرومه. احنا لسه هنستنى، احنا بكره نعمل مسقعه. انا عارفه ان الاسبوع اللي فات طلب مني المكرونه بالوايت صوص، بس احنا الاسبوع ده عملنا مكرونه، والاسبوع اللي فات برضو عملنا مكرونه، المكرونه جايبه لنا مشاكل هنا يا جماعه، المكرونه عامله قلق. بس ولا ده والله يا جماعه المكرونه من اساسيات الحياه، يعني في حد ما يحبش مكرونه؟ النهارده قالوا لي يا ساره خفي شويه مكرونه، اخف مكرونه؟ طب يعني ازاي؟ طيب بكره ان شاء الله هعمل لكم المسقعه باللحمه المفرومه عينيا. انا كنت ناويه اعمل قرنبيط، بس خلاص نعمل لكم المسقعه باللحمه المفرومه. وعايزه اقول لك كمان ان انا هوريكم ازاي من ربع كيلو من اللحمه المفرومه هنعمل صينيه المسقعه بتاعت بكره، وهنشيل كمان شويه للاسبوع اللي جاي، يعني هوريكم طريقه حلوه قوي للحمه المفرومه. انا بشوقكم اهو يا جماعه لحلقه بكره، بشوقكم. دلوقتي هننزل بالفلفل الاخضر، شويه الفلفل الحلوين دول بيدوا بقى ايه، ما اقولكيش، طعم بقى جميل، الريحه بقى يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، كده حلو قوي. انا عايزه احط شويه كمان كده اخضر، شايفه تقطيعه المكعبات الجميله دي؟ ايه التقطيعه الحلوه دي؟ يسلم الشيف سيد يا جماعه اللي مقطع لنا التقطيعات الجميله دي. بصوا بقى كده، نوسع في النص كده وننزل بايه؟ بالطماطم. بصي بقى يا ستي، تقدري تستخدمي طماطم معلبه زي ما احنا بنعمل كده، وتقدري ما تحطيش طماطم معلبه، تضربي دورق حلو كده من الطماطم، طماطم عاديه اضربيها في الخلاط واستخدميها، برده هتدي لك النتيجه المطلوبه. بصي انا بعمل ايه دلوقتي في النص كده؟ بحمص الصلصه عشان تطلع ريحتها وجمالها، كله كده يبقى في قلب بعضه حلو جدا. بصي كده، وندي كله تقليبه على بعضه. يا سلام بقى على الريحه والجمال. انا عايزه اقول لك ان انت ممكن تغطيها وتسيبيها تستوي وخلاص بقى كده بالعيش وزي الفل، لكن احنا بقى بنحب الاختلاف. بصي بقى معانا بهاراتنا اللي قلنا عليها، معلقه كبيره من الملح، نص معلقه صغيره من كل الكلام ده، فلفل اسود، كمون، كزبره، بابريكا، وسبع بهارات، وطبعا مكعب مرق،
حابه تستغني عنه. تمام. الناس اللي بتقول لي يا ساره بلاش مكعبات المرق، على فكره مكعبات المرق اللي بالخضار بتكون ظريفه قوي، مش عايزه تستخدميها ما تستخدميش، دي حاجه ترجع لك. انا بقول لك انا بستخدم كذا. بصوا يا جماعه، احلى حاجه في المطبخ انه مملكتك انت، بتاعك انت، مفيش حاجه اسمها لازم يتعمل كده. جبتي منين الكلام ده؟ هو مش قران على فكره خالص. انت بتحبي مثلا الفلفل الالوان استخدميه، مش حابه شيليه خالص من الوصفه. مطبخك مملكتك، اعملي كل اللي نفسك فيه، واللي ما يعجبكيش ما تعمليهوش، صح ولا ايه؟ ندي تقليبه كده كله مع بعضه. ايه الكلام الحلو ده؟ هنا بقى هنعمل ايه؟ ننزل بالمكرونه. بصي، ايوه 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 كده. جماعه انا قلت لكم انه المفروض ان احنا نستخدم كيس، احنا عاملين كيسين يا جماعه. تمام كده، ندي بقى كل ده كده حبه حلوين كده مع بعضهم كده، ايوه كده، وننزل بالميه ايه المغليه، بس كمان تقليبه. ايوه، عايزين حاجه اقوى شويه من الاسباتشولا اللي معايا دي، ضعيفه شويه. تمام كده، ايوه كده. طبعا احنا عارفين علشان نحافظ على اطقم الجرانيت بتاعتنا، كلنا دلوقتي عندنا جرانيت، ما بقاش بقى زمان بقى الالومنيا والكلام ده. عشان تحافظي على الجرانيت او التيفال او السيراميك، اي حاجه انت بتحبي تستخدميها، معلقه خشب بسباتيلا عشان ما تتجرحش وتعيش معاكي اطول فتره ممكنه. هعمل لكم كمان ان شاء الله حلقه مخصوصه عن ازاي تحافظي على طقم الحلل بتاعك. هننزل بقى بالميه المغليه. اوعي تنزلي بميه من الحنفيه، تاخد معاكي وقت اطول في التسويه، ما بتكونش الطف حاجه. طبعا لو كيس واحد من المكرونه هننزل بالكاتل ده، بس احنا عاملين كيسين فهننزل بايه؟ بكميه كده اكبر. تمام كده، بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه كده، هتغطي الميه زي الرز بشعريه بالظبط، كانك بتعملي رز بشعريه نفس كميه الميه. شايفين بقى السجق زي ما هو ازاي بحاله؟ طب لو كنا قطعناه كان زمانك دلوقتي شايفه لحمه مفرومه. ما تعرفيش بقى ازاي دي مكرونه بالسجق. بصوا السجق علشان حلو، انا مش هقول لكم انا جايبه السجق ده منين، بس شايفين عشان حلو ازاي. تمام كده، ما شاء الله. هنغطي بقى الكلام ده ونسيبه على نار عاليه واحنا مع بعض برده مستمرين. طب هتعملي ايه دلوقتي؟ هعمل ايه؟ هعمل ايه؟ زي ما قلت لك دلوقتي لحد ما المكرونه دي تجهز ممكن اقدمها على طول، ممكن اعمل حاجه ثانيه اللي احنا هنعملها دلوقتي مع بعض. هنجيب حله، انا اتغدر بيا يعني، اقول انا لسه دلوقتي حالا مقدمه شكر، انا اتغدر بيا، هضطر استخدم الويسكي ده. يلا معلش. بصوا بقى معانا لتر حليب. بصي بقى انت هتعملي ايه دلوقتي؟ هنعمل الكريمه، قصدك البشاميل يعني. بصي يا ستي، البشاميل ده ليه كذا طريقه وطريقه، بس احنا بنحاول على قد ما نقدر نعمل اكله حلوه ولقمه حلوه بدون ما نستخدم زيوت كتير. الطريقه التقليديه، ثلاث معالق كبار من السمنه ومعلقتين كبار من الزيت، ننزل عليهم بثلاث معالق كبار من الدقيق، نمحمص نمحمص نمحمص، وبعدين ننزل باللبن. والله عارفاها، لا انا بحب طريقه ثانيه خالص معتمداها من زمان جدا. معانا لتر من الحليب، كيلو لبن يعني، كيلو لبن كامل دسم. تمام، هننزل على اللبن ده بمعلقتين كبار او ثلاث معالق من الدقيق. معايا كده الدقيق اهو، وهننزل بالتوابل كله على بعضه. البشاميل البارد ده بقى ما اقولكيش حلاوته، ملح فلفل اسود وجوز الطيب دي كتير، فاحنا هننزل بايه؟ بصوا، ومش هنزل بيها دلوقتي اصلا، دي اخر حاجه. شايفه المقادير بسيطه ازاي؟ بصي يا ستي بقى هنعمل ايه، هنقلب كده كويس زي ما قلنا، كيلو من اللبن او لتر حليب وعليه الدقيق، ملح فلفل اسود، بس كده. شايفه المواضيع بسيطه وسهله ازاي؟ هنقلب كده. طبعا غلط ان انا بستخدم الويسك ده، ده الويسك ده كده او المضرب اليدوي العادي اللي في البيت احنا بنقول عليه ويسك. المضرب ده غلط جدا ان انا بستخدمه دلوقتي، لان هو ستيل استانلس يعني، فبالتالي هيخدش معايا الحله. المضرب بتاعي كانوا بيستخدموه من شويه فمش نظيف. بصوا بقى هننزل كده يا جماعة، أنا بقول الصح اللي بيحصل بقوله، أنا إيه لازم أقول الحقيقة كاملة، إنها المصداقية يا سيدي. هنقلب بقى كده، عايزة أقول لك هتعملي أحلى بشاميل، أحلى كريمة، وخفيفة وبسيطة. أنت بقى بتحبي طعم السمنة، عايزة أقول لك طبعا طعم الزبدة ألطف، حطي مكعب لما تشكل معاكي وتجمد وتبقى زي الفل. ومعايا طبعا الكريمه اللي انت حابه تضيفيه ضيفيه. عايزه اقول لك تقدري تستخدمي ولا كريمه ولا زبده لو اللبن اللي عندك اللبن بقى الجاموسي، اللبن اللي بخيره الحلو ده، انت وايه
والموجود عندي. هنقلب بقى كويس جدا. بصوا هنا المكرونه بدأت تغلي براحتها. انا عارفه يا جماعه ان انا بعمل كميه، المفروض بقى احنا في برنامج وكده فنعمل كميه صغيره ونروح قلبين. يا جماعه لا، احنا نحب نتحدى نفسنا ونعمل ايه كميات كبيره كده، يعني الشتاء بيجوع هنعمل ايه؟ مش هنعمل حاجه. بصي بقى معانا تليفون. الو دكتورة. يا الاء، ازاي حضرتك؟ عامله ايه؟ الحمد لله، انت عامله ايه؟ الحمد لله تمام، انا كويسه. بس يا شوف صورة الاكلات بتاعتك حلوه قوي، مش قادره اقاومها وبتخن، حرام. لا ازاي بنتخن؟ طيب امال الفقره الثانيه بتعمل ايه يا الاء؟ ما هو بقى ده يا شوف صورة اللي مشجعني شويه، بس بتعملي اكلات ما بعرفش اقاومها بصراحه. يا حبيبتي احلى حاجه احنا بنعملها مع بعض ان الفقره الثانيه دايما بتخليك ان انت تاكلي اللي نفسك فيه وما تتخنيش، بالعكس تخسي، صح ولا ايه؟ بصراحه يعني كل حاجتكم حلوه، وحتى كل اللي انتوا بتعلنوا عنه عايزه اقول لك ان حد من قرايبي جربه وبجد بيشكروا فيه قوي، يعني بجد شكرا ليكي على ان انتي بتطلعي لنا حاجات يعني حاجات فعلا حقيقيه. طب وانت ما جربتيش ليه؟ لا حد من قرايبك وانت ما جربتيش؟ انا الحمد لله مش تخينه، بس عايزه اقول لك انا شكلي بالاكلات بتاعتك دي هتخن وهجربه. لا 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 مش هتتخني ولا حاجه، احنا دلوقتي عملنا ايه؟ انت هتاكلي وجبه متكامله، المكرونه نشويات كربوهيدرات، كمان معاكي قلبي الصغير لا يتحمل، قلبي بجد والله العظيم. كمان معاكي السجق الشرقي اللي هو اللحوم، ومعاكي كميه من الخضار، هتاكلي بقى طبق صغير كده ومعاه شويه سلطه، اكله بتبقى جميله وزي الفل. مين اللي قال بس؟ لا يا الاء اتشجعي، يا الاء اتشجعي وقومي اعملي واكليهم وكلي معاهم. كلمينا تاني يا الاء، كلمينا تاني يا حبيبه قلبي، كلمينا تاني. هقلب تاني كويس كده البشاميل، طبعا المفروض النار معانا عالية، هنقلب كويس جدا كده، نفضل نقلب لحد معانا ايه يتقل. بس انا بظبط ايه البوتاجاز، الناس كلها بقى ايه اللي محتارة النهاردة تعمل اكل ايه، اديني جايبة لك الفكرة. شوية مكرونة بالسجق كده يفتحوا النفس، والله والله يفتحوا النفس. انت هتشوفيهم دلوقتي حاجة ما اقولكيش بقى، والله يا جماعة انا مش عارفة في ايه، انها لعنة والله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ايوة كده يا حبيبي، فعش هنا كمان، ايوة ونستمر. بس يا جماعة انا ما بخبوش عليكم حاجة، البوتاجاز فصل وشغلته تاني، الموضوع بسيط يعني. نفضل نقلب كده، عايزة اقولك مش تاخد معاكي ولا وقت ولا مجهود، والنتيجة هتبقى هايلة. ايوة كده. بصي بقى، انت ما عندكيش سجق، عندك صدر فرخه، قومي اعمليه والله العظيم. عندك النهارده مثلا قطعتين بانيه ناويه تعمليهم كده بالبيض والبقسماط وتاكلوا النهارده، لا ما تعمليش البانيه بالبيض والبقسماط وتعمليه جنب المكرونه زي الاسبوع اللي فات، عملناه خلاص الاسبوع اللي فات. قومي دلوقتي قطعي البانيه ده كده شرايح كده رفيعه ترانشات كده وشويه مكرونه واعملي الاكله العظمه دي، هتغلي دلوقتي معايا وتبقبق وتبين حلاوتها زي ما قلت لك، تقدري تقدميها كده، وطبعا كل ده هنشوفه دلوقتي، وتقدري تقدميها في صواني وتحطي على وشها بقى الكريمه اللي هنعملها دي. انا عايزه بس يعني كل اللي انا بتمناه من الدنيا في اللحظه دي، يعني كل اي هوب ان انا نعمل ايه، ان ما نطلعش فاصل قبل ما البشاميل يتعمل. والله يا جماعه هنطلع فاصل، يعني حتى هنطلع فاصل يا جماعه ونرجع لكم يكون البشاميل اتعمل. فاصل ونواصل. ورجعنا لكم من تاني ومعانا دكتور هبه حسام اخصائيه التغذيه العلاجيه. اهلا اهلا، ازيك يا قلبي عامله ايه؟ الحمد لله. انت عامله ايه؟ تمام كله حلو الحمد لله، كله حلو. دايما الحلقه بتاعتك بتبقى الخيرات، وشك حلو. عامله لنا ايه النهارده؟ النهارده عاملين مع بعض بقى ما اقولكيش طاجن مكرونه بالسجق، بس ان شاء الله يطلع. يعني ان شاء الله تمام؟ لا ان شاء الله هيطلع. وشويه مكرونه بقى ان شاء الله ايه اول ما نخلص الحلقه نطلع ايه في الكواليس بتاعتنا على مطبخ البلد واحنا بندوق مع بعض. عايزه اقول لكم ريحه بجد قلب الدنيا. بصوا معايا كده خلاص البشاميل، شوفوا في لحظه الفاصل لما رجعنا ماسك نفسه بقى تمام، نزلنا عليه بمعلقه الزبده وشويه الكريمه، وبصوا القوام ورشه جوز الطيب، وكده بقى هيبقى زي الفل. هاخده كده، هستنى بقى المكرونه لما تتسلي. عامله ايه؟ انا كويسه. اخبارك ايه؟ انت عامله ايه؟ عايزه اقول لك ان انت مشرفانا ومنورانا في مطبخ البلد. والله العظيم ده بنورك بجد والله. والله قولي لي بقى، بما ان النهارده عامله مكرونه والمكرونه فيها نشويات، الجسم ايه احتياجه للنشويات، او بمعنى اصح ايه اهميه النشويات للجسم؟
طب خلينا نسالك سؤال. قولي ايه رايك؟ انت اللي تساليني؟ نعكس بقى القضيه شويه. انت تساليني بقالك كتير قوي يا شيف صالح. نسال نسال. انت شايفه كنشويات الرز احسن ولا المكرونه؟ انا كساره؟ ايوه بحب المكرونه جدا اصلا. طب انهي اللي بيتهدم اسرع في الجسم؟ اللي بيتهدم اسرع؟ اه. انا دلوقتي هسالك سؤال. قولي. انا دلوقتي انت جايه قاعده معايا. انا دلوقتي اهو قلت لك مثلا تعرفي تعملي مبكبكه؟ سالتك في اللوبيا؟ ما انت كل سألتك مره دلوقتي في الباميه. ما هو كل واحد يا جماعه يسال واحد في منطقته. ماشي. انا بالنسبه لي بحب المكرونه الاسباجيتي كده والمكرونه بالسجق. يعني انا واحده عاشقه المكرونه، ده معروف عني من زمان. تقولي مكرونه ولا رز؟ طبعا اقول لك. اوعوا تسمعوا كلام الشيف صلاح. سالت الشخص ما حدش يسمع كلام الشيف. يعني انا اقول لكم كده يعني كده. أيوة بحب كده. الرز جميل بيتهدم. الرز تحفه حلو قوي. لا يا جماعه المكرونه 100 صلف و100 نوع. بشاميل تلاقي، سجق تلاقي، مبكبكه تلاقي، مع الوايت. طب انا يعني بصي انا هزعل منك دلوقتي حالا. انا عمري حرمتك من حاجه؟ لا انا ما قلتش حاجه. عمرك عملتي حاجه على الهوا وانا قلت للناس ما ياكلوهاش؟ لا ما حصلش خلاص. طب انت عايزانا ما نعمل؟ يبقى احنا هناكل الرز وهناكل هناكل الرز وناكل المكرونه. هناكل الاثنين عادي جدا. لا بس صحيه الرز عشان هو ما فيهوش كربوهيدرات معقده فبيتهضم في الجسم احسن. فبالتالي لو احنا عندنا تو اوبشن، لو احنا مثلا في عزومه او في فرح او حاجه زي كده وقدامنا رز ومكرونه، لا ناكل الرز. تمام. ده اللي انا كنت عاوزه اقوله للناس كلها. انا من عشاق المكرونه. يعني انا اصلا جايه معاك النهارده عشان انت عامله مكرونه. ايوه. بس ازاي نعرف ناكل الاثنين مع بعض؟ او ازاي اعرف اكل مكرونه زي ما انت قلتي ليها اصناف كتير قوي وبتتعمل بطرق كتير قوي، وفي ناس فعلا عاشقه المكرونه زيك وزي كده؟ طبعا يا جماعه هي 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 تزعلك الدنيا وتراضيك شويه مكرونه مثلا، اسباجيتي كده مع شويه لحمه. تراضيكي هبه وساره مثلا. يعني انتوا زعلوا واحنا هنراضيكوا. احنا عملنا ايه دلوقتي على الكريمه؟ ضفنا شويه من الجبنه الموتزاريلا، هنقول مثلا نص كوبايه، والباقي هقول لكم بقى واحنا شغالين. برضو قولي لي برضو. انا برضو مستنيه برضو الاجابه. الفكره كل مره بقول الفكره في الكميه. انت اكتر واحده يا شيف ساره عارفه ان انا باكل كل حاجه طبعا ما شاء الله. بس الفكره في الكميه، انا هاكل كميه قد ايه؟ طب الكميه دي احنا ارادتنا كلها تحت الصفر، وبالذات في الشتاء. يعني الشتاء عاوز شويه طاجن المكرونه اللي انت بتعمليه دلوقتي دول. وقاعده كده على الشغل. شغلي الفرن بقى ونشغل مطبخ البلد وخلاص، ما بنعملش اي حاجه تاني. أيوة. حلوه قوي كده. ايوه. طيب انا اعمل ايه؟ يعني انا محتاجه حاجه من بره هي اللي تعمل لي كنترول على الاراده، تعمل لي كنترول على معدتي، تخليني اكل كميه صغيره ما اكلش كميه كبيره. نعمل بقى كنترول. الكورس اللي معايا النهارده نعمل كنترول ما نعملش ليه؟ نعمل طبعا كنترول. الريحه فظيعه يا شيف ساره حبيبتي، بجد فظيعه حبيبتي. لا يا جماعه ممكن ندوق قبل الكواليس عادي. ندوق وماله. احنا جايين مش فطرانين. بالظبط. احنا هندي دلوقتي تقليبه للمبكبكه، ممكن على فكره تسمى جدا مبكبكه المكرونه بالسجق، وهننزل بمعلقه حلوه كده من الزيت، وده مهم جدا علشان المكرونه بعد التسويه ما تتجمدش معاكي وتشد كده. خلاص المكرونه داخله في التسويه، نغطي بقى الكلام ده ونسيبه. تمام. قولي لي بقى انا الكورس اللي معايا النهارده مكون من 3 كبسولات. تمام. اول كبسوله دي انا بحب اسميها كبسوله تكميم المعده. تمام. بتصغر لي حجم المعده، بتخليني مثلا 3 ارباع المعده تتملي قشور السيليوم وتدي كده بالكي في المعده، وفي نفس الوقت هي سايبه لي الربع اللي انا هاكل فيه كل حاجه نفسي فيها، بس مش هتخن عشان مش هتلحق حاجه تتخزن. تمام. فدي اول كبسوله. تاني كبسوله، ودي الكبسوله اللي انا عاشقه ليها، اللي هي كبسوله نحت القوام، اللي هي الكبسوله اللي بتدخل تفتت الدهون الموضعيه او الدهون اللي موجوده المعقده في الجسم، اللي بتعمل لنا بقى السمنه الموضعيه زي البطن السفليه واللظاليز كده اللي بتبقى موجوده في الظهر دي، او الدراعات او الفخذين او الدبل تشين كمان اللي هو اللغد. فهي بتدخل، هي عارفه وظيفتها، بتروح للدهون دي تفتتها وتحولها لدهون بسيطه، فبتبدا تنزل معايا في اي نظام دايت انا عاملاه او بالكورس على طول. طيب ثالث حاجه بقى معايا الفينيل او القهوه الخضراء، اللي هو فيه 70% منه قهوه خضراء، واحنا طبعا عارفين كلنا مضادات الاكسده بتعمل ايه في الجسم، وكويسه لصحه المفاصل وكويسه لنضاره بشرتنا وتساقط الشعر واي مشكله ممكن تواجهنا من مشاكل الدايت، واهمها اللي هي ثبات الوزن، اللي هو انا بعد ما نزلت مثلا 10 20 30 40 كيلو انا هثبت وزني ازاي؟ ازاي احافظ عليهم ما ارجع لهمش تاني؟ دول الثلاث كبسولات. طب هل هسكت؟ يعني هجيب ثلاث كبسولات واسكت؟ اكيد لا. جايبه معاهم 3 هدايا. طب ايه بقى الهدايا؟ ايه الهدايا؟ اول حاجه كريم شد البشره. حلو. كريم شد البشره ده فيه هيالورونيك اسيد وفيه كافيين وفيه شيا باتر وفيه حاجات كويسه قوي ان انا اشد بشرتي واحافظ على نضارتها. للناس اللي اول ما تخس كيلو او 2 كيلو اول كلمه بتتقال ايه؟
شكلك تعبان قوي. فالستات تبدا تقول لك لا شكلي تعبان ايه، انا هبدا اكل تاني عشان محدش يقول لي انت شكلك تعبان دي. يعني مش هعمل دايت خلاص، مش مهم الدايت. تمام. طيب تاني كريم معانا كريم شد الترهلات، وده بقى اللي بيشتغل مع الجراسينيا على نحت الجسم. الجراسينيا بتنحت من جوه وهو بينحت لي شكل الجسم من بره. تمام. تالت بقى حاجه معايا اللي هو فيتامين دي، وده طبعا مكمل غذائي، كلنا بنحتاج مكمل غذائي اول ما بنبدا دايت او اول ما بنيجي نخس، فانا طبعا اخترت فيتامين دي هو المكمل الغذائي بتاعنا. فده كده الكورس كامل متكامل لاي مريض سمنه بيتفرج علينا دلوقتي او اي ست متضايقه من اي مشكله في جسمها، ده الكورس اللي معايا الكامل. حلو طبعا الكلام ده وحلو الكورس ده. والكورس بتاعنا بقى من سن كام لسن كام؟ يعني انا عايزه اعرف دلوقتي الكورس يعني نسمح بيه للاطفال ولا ما نسمحش؟ طب للكبار ولا ما نسمحش؟ طب للامراض المزمنه، الناس اصحاب الامراض المزمنه ولا ما نسمحش؟ احب اتعرف عليه اكتر. نحب نتعرف على كويس. انا عارفاه كويس يا جماعه، عارفاه كويس جدا. نتعرف زياده بالظبط. انا 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 برده مش يعني انا دلوقتي عارفه كل حاجه عن الكورس ده، ده بقى ابني دلوقتي، ده متربي على ايدي. بس القصه في ايه؟ ان الناس اللي شايفانا ما تعرفش. يعني انا دلوقتي طبعا عارفه المكرونه بتتعمل ازاي، اطلع اعمل المكرونه وامشي؟ لا، لازم اشرح واقول. وانا عارفه طبعا ان الكورس مناسب للاطفال وفعلا من سن البلوغ بالظبط، فعلا في اطفال خدوه فعلا بينزلوا في الوزن، لان هو مكون من اعشاب طبيعيه. فانا عارفه طبعا الكلام ده، بس يعني قولي لنا، عرفي المشاهدين اللي هم مش معانا. الكورس بيتاخد من سن 11 12 سنه، من اول ما يقدر يبلع الكبسوله على طول، وبيتاخد بقى لكبار السن. يعني فيما فوق بقى 70 80 هو لا يتعارض مع الامراض المزمنه تماما ولا الادويه بتاعتها، يعني ضغط، سكر، غده درقيه، امراض القولون، امراض مفاصل، اي مرض انا باخد له دواء هو لا يتعارض معاه. ليه؟ اولا الكورس مصرح من وزاره الصحه. تاني حاجه الكورس عباره عن اعشاب والياف طبيعيه، فما فيهوش اي سلسله كيماويه ممكن تتعارض مع دواء تاني خالص. تمام. فبالتالي هو امن جدا على كل سن. وكمان عايزه اقول لك بقى يا شيف ساره، دلوقتي الناس كلها يعني او كل الدكاتره اي مرض بيجي يقول لها ايه، روحي عند دكتور تغذيه خسي وبعد كده تعالي لنا تاني نعالج. من قبل ما بتتكلمي والله دكتور في ركبي خسي، طب يا دكتور ده خسي، طب يا دكتور خسي، طب ماشي، طب ما انت يعني. لا ومش بس كده، ده دلوقتي بقى ان انا كان عندي حاله الاسبوع اللي فات هي ناويه انها تحمل، فالدكتور قال لها روح خسي الاول بعد كده تعالي احملي. ايوه الدهون، الدهون الدهون اللي موجوده بالظبط متركزه في البطن السفليه والبطن عندها والجناب. فلا كله دلوقتي بيحاول على دكاتره التغذيه. طب يا دكتور عايز اسالك سؤال، في ناس كده اعرفها معرفه شخصيه اعرفها جدا، الناس دي نزلت حبه حلوين بس يعني يعني النزول بعد كده بال الكورس معانا ولا علينا يعني؟ الكورس معانا طبعا، معانا كان علينا في اي حاجه، ده انا عامله كورس متصالح ذاتيا مع نفسه، اعمل ايه اكتر من كده؟ معانا معانا طبعا. طب انتظروا بقى الفورمه الجديده، انتظروا بقى انتظروا الشيف ساره في ثوبها الجديد. تمام. بس فهي دي ميزه الكورس، ان انا وانت قاعده حاطه رجل على رجل على الكنبه انت هتخسي وهتنحتي شكل جسمك وهتزودي معدل الحرق، هتعالجي اي مرض جه نتيجه امراض السمنه، زي مثلا خشونه الركبه، وجع الظهر، ان انت عاوزه بتحطي بلان في دماغك ان انت تحملي، عندك اطفال، مامتك، انت، جوزك، اي حاجه فيها مشكله في شكلك، في زياده الوزن، الكورس هيعالجه. عشان كده يعني عامله الباكج كده كاملة متكاملة. حلوة قوي الكلام ده، يعني معانا باكج محترم ومعانا هدايا جميلة جدا. طب احنا دلوقتي يا شيف سارة عايزين نطلب الكورس، نعمل ايه؟ الكورس الارقام موجودة على الشاشة، اتصل عادي الواتساب، كمان عن طريق البيجات بتاعتنا وان دايت ودايت لايف تقدري تطلبي الكورس. عايزة اقول لك حاجة، ان الكورس بيجي لك مجاني. مجاني، انت بتحرقي العروض بقى، بتحرقي العروض بقى يا شيف سارة كده، مش هينفع. انا شوية وانت شوية. عايزه اقول لك ان الكورس بيوصلك مجانا، لان الشحن مجاني والمتابعه ايه؟ مجانيه طبعا، من فريق طبي متخصص، انا الفريق اهو. طب ايه رايك بقى؟ انا دلوقتي حرقت ايه؟ حته من العروض. طب خش لنا انت بقى، نحرق بقى بقيه العروض. انا قلت الهديه اللي هو التوصيل مجانا والمتابعه مجانيه. ادخل لنا بقى بالعروض الجميله بتاعتنا، العروض اللي دايما بتشجعنا ان احنا نطلب الكورس. مش معنى ان الكورس بتاعنا مكون من اعشاب طبيعيه، مش معنى ان الكورس بتاعنا نتائجه هايله، وهتشوفوا ده دلوقتي الناس كانت معانا ايه وبقت ايه، وبتشوفوا معانا في الفقره الجايه ريفيوهات الناس نفسها، وكمان بيتصلوا بينا. وزي ما قلت لكم الخطه الجديده ان شاء الله للبرنامج، ان احنا هنجيب الناس دي كمان معانا هنا يكلموكم ويقولوا لكم هم كانوا ايه وخسوا ازاي ورحلتهم في العلاج. عايزه اقول لك ان كل ده
دايما في عروض ودايما في خصومات ودايما الاسعار بتكون في متناول الجميع، ولا ايه يا دكتور هبه؟ اكيد طبعا. طب عرفينا كده عروضنا اقتصاديا اكيد مراعيه الناس بعد ده كله. احنا معانا ثلاث عروض. تمام. اول عرض، عرض الشهر ده عليه خصم 40% مكون من كبسولات شور ستيليوم. تمام. وده للناس اللي عاوزه تنزل 5 6 او 10 كيلو مثلا في الشهر. حلو الكلام ده. شد البشره وفيتامين دي هديه. وتاني عرض معانا ده عرض الشهرين عليه خصم 50% مكون من كبسولات شور ستيليوم والجراسينيا ومعاهم كريم شد الترهلات وفيتامين دي هديه. وتالت عرض معانا ده عرض الثلاث شهور عليه خصم 70% مكون من الثلاث كبسولات شور ستيليوم والجراسينيا والقهوه الخضراء ومعاهم كريم شد الترهلات وفيتامين دي هديه. وطبعا العرض التالت ده يعني اللي انا بحبه جدا، لان هو انت تشتري الاوفر بتشتري كل البرودكتس بتاعتنا تقريبا ب 30% بس من سعرها. طبعا. وبعدين ممكن يتقسم بقى مع كذا حد، يتقسم مع صاحبتك، يتقسم مع مامتك انت وجوزك وهكذا. حلو طبعا الكلام ده. وانا كساره بنصح جدا بالكورس، يعني عايزه اقول لكم بنصح نصحان يا جماعه بجد، الكورس لطيف، مفيش اثار جانبيه، مفيش بقى الدوخه وغممان النفس والكلام الفظيع ده. ايه رايكم ناخد بقى على بيزود ضربات القلب ولا تساقط شعر ولا اكتئاب ولا يقول لك انا الدبانه بتعدي من قدام وشي بتخانق معاها؟ اه لا اي نعم، الادويه دي مالناش دعوه بيها. بصوا بقى احنا دلوقتي هنجيب الصواني. بصوا المكرونه دلوقتي خلاص اتشربت، داخله في مرحله التسويه، هنسيبها طبعا عشان نقدم منها. ودلوقتي هاخد اللي هيدخل ايه معايا الفرن. بصوا بصوا منظر المكرونه، بسم الله ما شاء الله، شايفين الجمال؟ قدمي بقى في الطواجن بتاعتك. وهننزل على الطواجن دي، انا كفايه كده على البشاميل او الكريمه لان هو مش بشاميل قوي يعني. بصوا ايه رايكم بقى واحنا ايه بنظبط الطواجن الجميله دي عشان ادخلها الفرن، ناخد تليفون. الو الو، ايه يا روحي عامله ايه؟ الحمد لله. ازيك يا شطاره؟ انا الحمد لله زي الفل. انت عامله ايه؟ انا الحمد لله تخنانه بس. ليه طب كده؟ ليه كده؟ عايزه اسال بقى دكتور هبه. عينيا اتفضلي كلمي يا دكتور. ازيك يا روحي عامله ايه؟ الحمد لله زي حضرتك. تمام. تخنانه ليه؟ قولي لي كده واعترفي على الهواء بتعملي ايه؟ انا بقى مش عارفه، انا داخله الشتاء يعني مش عارفه. داخله الشتاء بقلبها. اه داخله الشتاء بقلب قوي. دخلت الشتاء تخنت. طب تخنتي كام كيلو؟ فرحيني. تخنت 15 بس كده. 15 بس؟ 15 بس؟ 15 سنة ولا 15 كيلو؟ 15 كيلو. المشكلة إن أنا 85 والمشكلة إن أنا قصيرة، مش عارفة أعمل إيه أو أوقف أكل إزاي. ربنا ما يجيب مشاكل. هي دي دخلة الشتاء ب 15 كيلو، ده إحنا لسه في أول شهر يا بنتي. ربنا يخرجك منه على خير. يا رب والله. يعني بصي أنا مش محتاجة أقول لك إن أنتِ أول ما هتقفلي معايا التليفون أنتِ هتلحقي تطلبي الكورس على طول، وكورس الثلاث شهور، يعني يا دوب هما يكفوكي الثلاث شهور بتوع الشتاء. عشان احنا بالمعدل ده مش هينفع نلحق بقى ال 15 كيلو دول بسرعه، ننزلهم قبل ما يتخزنوا في الجناب والبطن السفليه واماكن كده تضايقنا، ونيجي بقى داخلين على الصيف نقول بس ده انا تخنت قوي وهدوم الشتاء كانت مداريه، ونغير المقاسات وندخل كده في مواقف احنا مش عاوزينها خالص. شكرا يا دكتور هبه. عفوا يا روح قلبي. لا يا 15 كيلو في اول شهر في الشتاء. لا يا جماعه والنبي احنا ناخد بالنا، ناخد بالنا. انا عارفه ان الشتاء بياكل، اه، وان احنا عاوزين نحس بالدفء ده بياكل. في دفء اكتر من هنا؟ لا بصراحه بصي في روايح هنا يا جماعه، انا مش قادره اقاومها شخصيا. انا مش عارفه اقول ايه، يعني هي لسه طبعا هتخش بقى في التسويه. بصوا الجمال، يا نهار ابيض، دي هنقدمها كده في اطباق ودي اللي هندخلها الفرن. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هننزل بالكريم عليها، ودكتور هبه بتكلمنا وبتكمل لنا ايه؟ العروض الرائعة. بصوا بصوا بصوا، يا نهار ابيض، عايزة مننا ايه يا سارة؟ عايزة ايه؟ مطبخ البلد بيعمل عظمة بس. عظمة خلاص كفاية. عظمة دكتور هبة نسيت الخصومات. انا نسيت كل حاجة دلوقتي يا جماعة، انتوا مش متخيلين شكل المكرونة على الهواء عامل ازاي، بس احنا خلينا نركز مع بعض، احنا مش هنركز. انا معاكي جدا، نركز يا جماعة. نركز. ونقول احنا الخصومات، احنا طرق التواصل معانا عن طريق الارقام اللي ظاهرة قدامنا على الشاشة او عن طريق صفحاتنا وان دايت ودايت لايف. واحنا معانا زي ما احنا متعودين ثلاث عروض. اول عرض، عرض الشهر ده عليه خصم 40% مكون من كبسولات كشور ستيليوم، ودي الكبسولات اللي بتعمل سيطره على نهم الطعام زي ما احنا عارفين في الشتاء، ومعاهم كريم شد البشره وفيتامين دي هديه.
وتاني عرض معانا ده عرض لشهرين عليه خصم 50% مكون من كبسولات قشور السيليوم وكبسولات الجراسينيا لنحت الجسم ومعانا كريم شد الترهلات وفيتامين دي هديه. وتالت عرض معانا ده عرض الثلاث شهور عليه خصم 70% مكون من الثلاث كبسولات قشور السيليوم والجراسينيا والقهوه الخضراء ومعاهم كريم شد الترهلات وفيتامين دي هديه. واهم حاجه ما ننساش ان الشحن طبعا مجاني لجميع المحافظات والمتابعه مجانيه من فريق طبي متخصص. ولا ايه يا شفصار؟ ولا ايه يا حبيبتي؟ زي ما قلنا دلوقتي الناس اللي حابه تطلب الكورس الارقام موجوده معاكوا على الشاشه للاتصال العادي والواتساب، كمان عن طريق الصفحات بتاعتنا وان دايت ودايت لايف تقدري تطلبي الكورس. واهم حاجه ان الكورس بتاعنا مصرح من وزاره الصحه، يعني حاجه امان جدا، مش اي حاجه بندخلها معدتنا. الكورس بتاعنا معروف اصله وفصله، مش اي حاجه كده رايحه ولا جايه، لا حاجه امنه جدا، صح ولا ايه؟ طبعا. طب وزي ما قلنا العروض بجد حلوه جدا، مش مجرد عروض، لا طبعا، ولا مجرد عروض ولا مجرد خصومات، ده كمان الشحن مجاني والتوصيل، الشحن اللي هو التوصيل يعني مجاني والمتابعه مجاني. ومش اي حد بيتابع، عايزه اقول لكم اللي بيتابع معاكم دكتور هبه ودكاتره كتير وخبراء كتيره جدا بيتابعونا. شايفين بقى الجمال؟ يا نهار ابيض، ايه رايكم بقى دلوقتي نعمل ايه بقى؟ هننزل بشويه ايه؟ جبنه موتزاريلا كده على الوش. شفتوا بقى؟ يعني اي نعم هم شويه مكرونه بسجق في حله، لكن انت حولتيهم لاحلى طواجن هندخلها دلوقتي الفرن وهنطلع منها عظمه. ايه رايكم بقى ناخد معانا صور الحالات بتاعتنا قبل وبعد واحنا بندخل الحاجات دي الفرن؟ يلا معانا كده يا جماعه صور الحالات قبل وبعد. بصي هسيب حاجه بسيطه كده للي هنا برضو. يعني حاجه بسيطه. يلا معانا اول حاله كان 81 بقى 70، خسر 11 كيلو في شهر. الله 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 الله، ابننا اشطر كتكوت، ابننا اشطر كتكوت. ايه رايك تكملي وانا بدخل حاجه دي؟ ماشي، يلا بينا. بس يعني بعد ما تدخلي الفرن انا عاوزاكي تبصي معايا على اماكن السمنه الموضعيه معاكي، شايفه طبعا. رايك عامل ازاي؟ يعني بصي البطن، بصي التسدي، بصي الجناب. رايي معروف يا جماعه، يعني بنبقى يعني بيكون بني ادم وبيتحول بني ادم تاني خالص. بالظبط، فبجد رايي معروف. لا انت رايك معروف، بس انا احب اسمعه برضو عادي جدا. طبعا ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. كان فين مرحله منطقه الكرش؟ جميله جدا بالظبط، الكرش والسمنه الموضعيه اللي متركزه هنا والتسدي، ودي مشكله كبيره قوي عند الرجاله. بصي الحاله اللي بعد كده، يلا بينا. كان 85 بقى 68، حلو قوي الكلام ده، خسر 17 كيلو في شهر ونص. برضو بصي الوقفه، بصي الجسم، بصي رسم. انا يعني ليه برضو بحب الصور الرجاله او الرجاله لما تخس، تحسي ان هو خاسس وهو رايح الجيم. ايوه، تحسي ان فيه قوام كده ممشوك وعضلات بانت. هنا ما شاء الله، يعني الحمد لله طبعا راح الكلام ده كله، كرش كبير دنيا كده هنا ما شاء الله. لا بالزبط. الدنيا ظبطت ما شاء الله، يعني اعتقد ان كده خلاص ثبت اصلا، مش هقول لك بقى ان ربنا يثبته، لا هو كده، لا هو كده خلاص ثبت. بس في ناس بقى تقول لك انا عاوزه بقى انزل الجيم عشان اشيب بقى الجسم بقى واعمل الفورمه والحاجات دي. حلو قوي الكلام ده. يلا بينا على الحاله 85 بقت 70، 10 على 10، حلو الكلام ده. بنتنا بقى ما شاء الله، نشكر بقى في بنتنا شويه. ايه الجمال ده؟ ما شاء الله بقيتي جميله، وطبعا انت جميله في كل حالاتك، بس طبعا بقيتي اجمل واجمل. طبعا كلنا عارفين ان احنا الحمد لله والشكر لله ربنا خلقك أحسن بالشكل في احسن حال، بس انت بتحاولي. احنا بنقولش ان احنا نغير في خلقه ربنا، لا خالص، انت بتحاولي تكوني افضل. في دهون بنحاول ننزلها زي بالظبط كده، هي الدهون دي يا جماعه عامله زي ايه؟ عامله زي ما تكوني شايله حاجه تقيله بتتخلصي منها، زي بالظبط كده مرضى الجيوب الانفيين، عارفينهم دول متبهدلين الايام دي والله. انا هو والله عامله البخاخه معاكي؟ معايا والله في الشنطه، اكيد ما همشي من غيرها في الجو ده. بتبقى حاجه كده بنحاول نتخلص منها. يا جماعه السمنه مرض، واحنا بنحاول ان احنا نعالجه على قد ما بنقدر. انا كست بيت دلوقتي اعمل ايه؟ حاول انا اخف اكلي شويه، الشتا بيجوعنا بالليل، ما اكلش قوي. حاول ان انا لقيت كورس زي ده. شوف ساره بتقول ان هو جميل، عايزه اقول لك ان بجد الكورس حلو جدا وعامل نتائج هايله. بس زي ما قلت لك حاولي ان انت تستفادي، نستفادي هقول لك بقى ايه في الفقره اللي جايه نستفاد ازاي. فاحنا دلوقتي هنعمل ايه؟ هندخل المكرونه دي الفرن ونطلع فاصل صغير ونرجع فاصل ونص. ورجعنا لكم من تاني، خلاص المكرونه معايا بقت جاهزه. بصوا الجمال بقى، قدميها، بصوا جمالها مش منطقي. عايزه اقول لك مفلفله جدا، السجق فيها هيجنن، وبالخضار بصوا الجمال بقى هايله، ويمكن كمان بجد اكتر من هايله. زي ما قلت لك ممكن تقدميها كده
وممكن بقى زي ما عملنا ندخلها الفرن وبرده ان شاء الله هتطلع معانا على طول. بصوا الجماد يا جماعه، انا مش عامله منها نسخه، انا قلت لهم انا عامله كميه كبيره. بصوا المكرونه مفلفله ازاي، ما تخافيش خالص، اعملي وجربي وهتطلع معاكي زي الفل. رشه تزيين كده، ولا ايه رايك يا دكتور هبه؟ هي مش محتاجه اي حاجه، انت شايفه كده؟ انا اتاكدت من الموضوع ده. بصوا بقى، استنوا النهارده الكواليس، الفاصل ده خدنا فيه كده يعني كالوسه، يعني جمع كواليس ايه؟ كالوسه صغننه فعلا بالظبط. هتنزل معاكم بجد، يعني عايزه اقول لكم مطبخ البلد دايما بيقدم لكم كل جديد، مطبخ البلد دايما بيقدم لكم المعادله الصعبه. هناكل طبق المكرونه بالسجق الجميل ده وهنخس. طب ازاي؟ انت لما تاخدي الكبسوله هتلاقي نفسك بدل ما انت تاكلي كميه كبيره تاكلي كميه صغيره. انت برضو تعملي ايه؟ خليكي ذكيه، يعني الكبسوله يعني ايه؟ استغليها صح، بدل ما الكميه الصغيره دي هاكلها كلها مكرونه بالسجق، لا اعمل لنفسي طبق صغير كده في شويه مكرونه، كتري السجق وخدي شويه سلطه، تلاقي نفسك اكلتي وشبعتي واستغليتي الكبسوله ده. وده اللي انتوا بتشوفوه. ناس كتير بتسالني هو ليه في ناس بتنزل معاكم في اسبوع 10 كيلو وفي ناس بتنزل 3 كيلو؟ كده كده الناس اللي بتاخد الكبسوله كده كده بتخس، بس الناس اللي بيستغلوها صح، اللي هو ايه، انا دلوقتي هفطر، لا انا هاخد كميه صغيره من العيش اشبع بالبيض، اشبع بالخيار، اشبع بالسلطه، كده كده معدتك مش بتاخد اكل كتير، فانت تستغلي ده صح ولا ايه؟ صح طبعا. اتذاكي عليه، استخدمي ذكائك كمراه. ايوه بالظبط، اتذاكي على ذكائك كانثى. ايوه، فين دهاء الانثى في الحته دي؟ أيوة. فعلا، اللي هو بدل ما ابدا بالكربوهيدرات او ابدا بالحاجه اللي بتدخلني، لا انا ابدا بالسلطه والبروتين وبعد كده اكل الرز او العيش او المكرونه. فزي ما انت قلتي كده، انا الجسم هيستفاد، وبعدين البروتين بيزود معدل حرق الجسم اصلا من 30 ل 40% كمان مع الكبسوله ومع نتائج الكبسوله، فطبعا هستغلها احسن استغلال. فاحنا فعلا محتاجين نضحك على جسمنا في الحته بتاعه الكربوهيدرات دي. احنا ورانا ايه؟ بتبقى عندها شره للمكرونه وللرز وللعيش وللحاجات دي. وفي حاجه معينه يا غريبه كده في المكرونه انا هقولها وعلى طول هنخش على العروض، حاضر، ان لما بتاكلي المكرونه بعد شويه نفسك برده جعتي، مش عارفه تتحرق بسرعه بالظبط ولا بتجوع بسرعه؟ بيتحرق بسرعه، مش زي البروتين في المعده او مش زي الالياف اللي موجوده في الخضار والسلطه. فده اللي انا بقوله، نعمل طبق صغنون كده فيه شويه مكرونه صغيرين مع شويه سجق مثلا، كتري بقى مثلا 3 4 صوابع من السجق وشويه سلطه حلوين، هتلاقي نفسك الطبق الصغير ده كمان مش قادره تكمليه. ايه رايك بقى وانا دلوقتي بظبط الاكل ده تقولي لنا كده ايه على الماشي كده العروض الجميله بتاعتنا اللي بتشجع الناس، عشان على طول دلوقتي بعد العروض نعمل ايه؟ ندخلهم بالريفيوهات. ماشي، منهم في ريفيوهاتهم، ريفيوهاتكم وكلامكم. ايه رايك؟ يلا طلعنا العروض. احنا الاول طرق التواصل عن طريق الارقام اللي ظاهره قدامنا على الشاشه او عن طريق صفحاتنا وان دايت ودايت لايف، واحنا معانا ثلاث عروض. اول عرض، عرض الشهر ده عليه خصم 40% مكون من كبسولات كشور ستيليوم ومعاهم كريم شد البشره وفيتامين دي هديه. وتاني عرض معانا عرض الشهرين ده عليه خصم 50% مكون من كبسولات كشور ستيليوم والجراسينيا ومعاهم كريم شد الترهلات وفيتامين دي هديه. وتالت عرض معانا ده عرض الثلاث شهور عليه خصم 70% مكون من الثلاث كبسولات، كبسولات كشور ستيليوم والجراسينيا والقهوه الخضراء ومعاهم كريم شد الترهلات وفيتامين دي هديه. وطبعا ما ننساش ان الشحن مجاني لجميع المحافظات والمتابعه مجانيه من فريق طبي متخصص. حلو قوي الكلام ده. نتصل نستفاد بالعروض سريعا كنت لسه حالا هقول، عشان في حاجه نسينا نقولها في اول عرضين. ايه ده؟ ان العروض لغايه الساعه 10 بالليل. ليه؟ طب ليه نكد بقى؟ لان مش فرحتهم انكد عليهم شويه. النكد بقى. طب يا جماعه، الناس دلوقتي اللي عايزه تستغل العرض الجميل بتاعنا ده تعمل ايه؟ تتصل على الارقام الموجوده على الشاشه اللي تصل عادي الواتساب، كمان عن طريق البيجات بتاعتنا وان دايت ودايت لايف. ايه رايك بقى ناخد معانا الريفيوهات الجميله بتاعتنا؟ يلا بينا ناخد بقى الريفيوهات بقى. يا جماعه الريفيوهات دي كلها متابعه مجانيه. بصوا معانا اول ريفيو، اول ريفيو بيقول ايه؟ نزلت بقيت 82، نزلت 12 كيلو، الأول نزلت 12 كيلو في شهر، بس بعدها بأسبوع مع المشروبات اللي قلتي عليها نزلت 4 كيلو. هو احنا يعني الكورس بتاعنا فيه معاه مشروبات؟ لا خالص، بس هو كان بيشرب أو هي كانت بتشرب حاجات بطريقة غلط، فاحنا صلحنا العادات اللي بنعملها بطريقة غلط صلحناها على حاجات صح. بس حلو الكلام ده، جميل. إيه رأيكم ندخل دلوقتي على الريفيو الثاني؟ بيقول إيه؟ أنا كنت 99 بقيت 89، كويس يعني؟ ويعتبر لسه كمان باقي 3 ايام على الشهر، يعني 10 كيلو. كويس جدا ولسه هنكمل، اوكي شكرا فرحتيني، كملي وان شاء الله نوصل للوزن اللي مش شايفاها اللي محتاجاه. يلا بينا على الريفيو الثالث. ممكن ارن لحضرتك واتساب هنا؟ طيب مش عارف، مش لازم الرنه، مش عايز سكايب الرنه. حضرتك نزلت قد ايه على الكورس اللي اخدته؟ انا وزنت نفسي اخر مره من اسبوعين، اما كنت في القاهره نزلت 25 كيلو.
ايه الكلام الجميل ده؟ 25 كيلو؟ ده عملية تكميم ولا ايه؟ الكورس بتاعنا بينزل 25 و30 و40 كمان. ما شاء الله تاتش ووت يا جماعه، الكورس بتاعنا مكسر الدنيا. عايزه اقول لكم الكورس بتاعنا محقق نتائج هايله، عشان كده الاول كنا التوصيل كان داخل القاهره فقط، دلوقتي بقى لجميع محافظات القاهره مجانا من فين لفين، يعني احنا تمام. عايزه اقول لكم ان احنا كمان معانا اسئله سوشيال ميديا وبنحبها جدا اسئله السوشيال ميديا، بس قبل ما ندخل على اسئله السوشيال ميديا عايزاكي تديني يعني برضو كمان مره كده عن العروض بتاعتنا والخصومات بتاعتنا والهدايا بتاعتنا. حلو، خلينا نقولها طيب بطريقه مختلفه عشان الناس برضو تستفاد. احنا زي ما احنا قلنا طبعا طرق التواصل عن طريق الارقام اللي ظاهره قدامنا على الشاشه او عن طريق صفحاتنا وان دايت ودايت لايف. تمام، والثلاث عروض اللي معايا النهارده، عرض الشهر اللي عليه خصم 40%، ده للناس اللي عاوزه تنزل مثلا 5 او 6 او 10 كيلو في الشهر، يعني اي حد عنده شويه الكيلوهات البسيطه دي ممكن ياخد عرض الشهر. تمام. طيب معانا طبعا في العرض ده معانا كريم شد البشره وفيتامين دي هديه، وتاني عرض معانا عرض الشهرين اللي عليه خصم 50%، ده للناس اللي عاوزه تنزل ازيد من ال 10 كيلو في الشهرين، اللي هو مثلا 10 او 15 وبيوصل كمان ل 20 كيلو. ومعانا كريم شد الترهلات وفيتامين دي هديه، وتالت عرض معانا ده عرض الثلاث شهور اللي عليه خصم 70%، ده للناس الاوفر ويت اللي هي معديه ال 100 او اللي عاوزه تنزل 30 او 40 كيلو في الثلاث اربع شهور، ومعانا طبعا كريم شد الترهلات وفيتامين دي هديه. يعني فصصتهم بطريقه مختلفه شويه عشان اي حد عارف مثلا هو عنده كام كيلو، في ناس كتير بتروح توزن تقول لك ايه انا عندي 10 كيلو زياده، عندي 5 كيلو زياده، فيبقوا عارفين هم ياخدوا انهي عرض او يطلبوا انهي عرض من معانا على طول. حلو قوي الكلام ده. طيب الناس دلوقتي اللي شايفانا وحابه تتصل تطلب الكورس، الارقام موجوده قدامكم على الشاشه، الاتصال العادي، الواتساب، كمان عن طريق الفيديوهات بتاعتنا وان دايت ودايت لايف تقدروا تطلبوا الكورس. وعايزه اقول لكم الكورس هايل. بصوا دلوقتي يا جماعه احنا قدمنا خلاص المكرونه، انا قدمتها معاكم، لكن المكرونه الثانيه في الحله، فهل لي نصيب؟ تطلع الله اعلم، يعني هي في الفرن في الحله، انا قلت في الحله فضيت خلاص. المكرونه الثانيه في الفرن ليها نصيب تطلع؟ تمام. ملهاش نصيب تطلع، انت بتدخليها على درجه حراره 200 تحت الشوايه، انت فهماني؟ يعني سخني الفرن على درجه حراره 200 10 دقائق ودخلي المكرونه تحت الشوايه، هتاخد معاكي لون في 10 دقائق. فاحنا ونصيبنا، لو النصيب يعني حالفنا الحظ هتطلع معانا، ما انا حسبناش خلاص. اللي انا بقوله ده يلا بينا دلوقتي. لا في ده من حلاوه المكرونه. بس انا من الشخصيات اللي ما بتوتر اللي جاب القلعه جنب البحر، عارفه كلمه ده تلاقي كلمه من الشرق وكلمه من الغرب. انا كان نفسي اطلعها معاكم وقلبي بيقول لي انها مش هتطلع. لا يمكن تطلع في الكواليس. اي كواليس؟ بعد الحلقه والله. صدقوا فعلا. ايوه لو احنا بقى ما طلعناهاش على الهواء استنوها، هنعمل كمان كواليس صغنونه كده، كواليس صغنونه كمان ونطلعها. واطلعها لكم في الكواليس. طبعا الكواليس بتاعتنا على طول بتلاقوها على البيج بتاعتنا مطبخ البلد، البيج بقى بتلاقي فيها الوصفات اللي احنا النهارده طلعنا بيها. الناس اللي ما لحقتش الحلقه، لان دايما انا عامله معاكم لايف وانا جايه الشغل او ماشيه من الشغل، يا ساره النور كان قاطع. يا جماعه ما احنا عندنا اعاده والله، عندنا البرنامج بتاعنا من السبت الى الخميس، من السبت للثلاث على من السبت للاثنين على قناه صدى البلد واحد، الساعه كام؟ واحده. طب الاعاده على صدى البلد اثنين، من الساعه من السبت للخميس الساعه 3. يعني يا جماعه نور بيقطع، مش عارفه يعني نصيبي برضو خلاص، هتلاقوها على صدى البلد اثنين. طب برضو نور بيقطع الساعه 3 بقيت الاسبوع بقى خلاص. خلاص عندكم كل يوم على الـ على الـ على الشانل بتاعتنا، البيج بتاعتنا، اسمها ايه؟ مطبخ البلد، هتلاقونا برضو. يلا بينا ناخد سؤال من اسئله السوشيال، والاسئله الجميله دي دايما بتبعتوها لنا على البيجات بتاعتنا وان دايت، على دايت لايف، على مطبخ البلد، واحنا ربنا يعلم بنحاول نجمع اكبر قدر ونرد عليه. معانا اول سؤال احمد سيد. احمد سيد بيقول انا طولي 182 ووزني 117 كيلو وعندي مشكله في الغده وزهقت من شكلي كده. صلى على النبي، في الموضوع سهل وبسيط يعني. طيب ايه رايك بقى في الموضوع ده؟ طيب الغده طبعا يعني بتوقع معدل حرق الجسم جدا، تقريبا بنتعامل مع ان معدل الحرق بيبقى زيرو، ملوش علاقه خالص بالجسم. فنعمل ايه؟ طبعا هو يتصل بسرعه ياخد الكورس بتاعنا، لان هيزود له معدل حرق الجسم، هيمنع تمركز الدهون في اماكن السمنه الموضعيه لان هو مريض غده درقيه. فطبعا احمد يتصل بينا على طول، عشان يعني الغده الدرقيه يعتبر ملهاش علاج، هي خلاص ما دام حصل كسل او خمول في الغده الدرقيه هي بتادي بقى لمشاكل السمنه وبتادي لان معدل الحرق بيقل، فما بيبقاش فيه اي علاج خالص. حلو قوي الكلام ده. وعايزه اقول لكم ان احنا هنقول السؤال الثاني وهسيب دكتور هبه ترد عليه وانا بطلع الصواني من الفرن.
هتطلع معانا على انت طلعي صواني عادي كمان خلينا في المكرونه يلا بينا على السؤال الثاني. مديحه مصطفى، مديحه مصطفى بتقول ابني مريض سكر وعنده 19 سنه وعايز يخس حوالي 20 كيلو، على الكورس امن عليه ولا ايه؟ حلو، هنا مديحة ما وضحتلناش هل السكر هل هو وراثي ولا جاي نتيجة مرض السمنة، بس في كل الحالات احنا الكورس بتاعنا بيشتغل على الحالتين، سواء كان السكر ده نتيجة ان هو الطفل اكتسبه من مرض السمنة او ان هو كان سكر من النوع الاول، فبالتالي هو اولا امن على الطفل لان هو اعشابه الياف طبيعية ومصرح من وزارة الصحة، بلس كمان ان هو مش بيأثر مع اي ادوية، يعني سواء كان بياخد ادوية السكر او غيرها من الادوية فهي مش بتأثر عليه تماما، بالعكس ده هو عشان هو طفل وانا مش هقدر احرمه من السكر او السويتس بتاعته او الاكل بتاعه، فالكورس هو اللي هيعمل كنترول على ده. المكرونه استوت طيب ولا انا عايزه اقول لكم الريحه يا نهار ابيض، والله يا جماعه ربنا دايما كابر بخاطري بجد، يعني كل حاجه عاوزها دايما دايما ربنا بجد بيحققها لي. بصوا انا كان نفسي ان سبحان الله يعني ايه اطلعها معاكم على الهواء، وبصوا بسم الله ما شاء الله، بصوا جمالها بقى، شويه مكرونه قلبناها لطواجن يعني قلب ريحه الاستوديو وخربة الدنيا، بصوا الجمال، بصوا الكريمه بقى، وبصوا الجمال بقى. وانا عايزه اقول لكم ايه بقى، حاجه سريعه كده مش عارفه ايه ده بس لقيتها معايا، انا مش عايزه ابوظ المنظر الجميل، بس بصوا يا جماعه قد ايه المكرونه من جوه مفلفله، هي جايه ولا مش جايه ولا انا مع نفسي ولا ايه؟ بصوا وبصوا بقى، يا نهار ابيض، مطبخ البلد ايه يا جماعه؟ مطبخ البلد بيعمل عظمه، ان شاء الله هتلاقوا في مطبخ البلد كل جديد وجديد وجديد، من شويه مكرونه وشويه جبنه موتزاريلا ويعني شويه سجق ربع كيلو، والله عملتي خدوه عظمه، تقدري تاكليها بالشكل ده وتقدري تاكليها بالشكل ده اللي انت عايزاه. لو انت العيال بقى جايين من المدرسه والحاج بقى صاحب البيت، ما كل واحده عندها حاج صاحب بيت جاي من الشغل، عامله لنا اكل يا حبيبتي، عامله لك يا حبيبي طاجن مكرونه بالسجق، حاجه كده عظمه، حطي له طاجن. لو الراجل يعني متواضع او ما انتش متضايقه منه في حاجه كده في قلبك يعني كفر يعني كفر له شر، حطي له المكرونه برده كده وبرده يحمد ربنا، بس ده وش ظهر في ستات ما تطبخش خالص على فكره. انا عايزه اقول لك يلا بينا على السؤال الثالث. سلمى ابراهيم بتقول عندي مناسبه الشهر الجاي وعايزه اخس 10 كيلو، ايه؟ ما هي سلمى بتزنقنا زي بقيه الناس، طب ما تيجي بدري شويه بس. لا تلحق تتصل، لو هم 10 كيلو بس اللي مضايقينها فهي طبعا هتاخد العرض بتاع الشهر اللي هو عليه خصم 40% وتلحق تنزل معانا ال 10 كيلو، بس طبعا تتواصل معانا عن طريق الارقام اللي ظاهره على الشاشه عشان نديها كمان نظام غذائي عشان نلحق ننزل ال 10 كيلو دول قبل المناسبه ونشيب شكل الجسم كده بطريقه حلوه عشان تعرف تلبس فستان وتبقى قمر. هتلبسي وهتبقي زي القمر وانت اصلا قمرين، ايه هتعملي ايه دلوقتي؟ تتصلي على طول تطلبي الكورس عن طريق الارقام الموجوده على الشاشه، دي اتصال عادي، والواتساب كمان عن طريق بيجاتنا وان دايت ودايت لايف. كلمينا وان شاء الله يوصلك لحد باب البيت مجاني. عايزه اقول لك انك شرفتينا ونورتينا يا دكتور هبه، حلقه بجد كانت حلوه قوي، حلقه خفيفه جدا على القلب، واللي لسه دلوقتي بيفتح وما لحقش الحلقه، الاعاده بتاعتنا على صدى البلد 2 الساعه 3. شرفتوني ونورتوني وحلقه كانت حلوه قوي قوي، واستنونا بكره في حلقه احلى احلى واحلى، وكنتم مع مطبخ البلد.